قال ناشطون ومواطنون بمحافظة حجة في تصريحات ليمن شباب إن نكبة 21 سبتمبر ستظل نقطة سوداء في تاريخ اليمن وما حل به من دمار ومآس ومعاناة بسبب الانقلاب الحوثي. وأكد الناشطون في المقابل أن ثورة 26 سبتمبر المجيدة ستبقى خالدة في وجدان الشعب مهما حاول الانقلابيون الحوثيون المساس بها. بالنسبة لنكبة 21 سبتمبر للأسف هي نكبة وكارثة بشكل كبير للشعب اليمني، وهي أصبحت ذكرى مشؤومة في تاريخ اليمن، ستظل نقطة سوداء في التاريخ اليمني لما قامت به هذا الميليشيات في هذا اليوم من انقلاب وسببت في الحروب ونزوح وتشرد الآلاف من الأسر اليمنية، وهناك الآلاف من الشهداء والآلاف من المعتقلين والمخفيين قسريا إلى يومنا هذا. للأسف أخي هي عبارة أصبحت عن ذكرى مشؤومة ويوم أسود في التاريخ اليمن بشكل كامل. سبتمبر هو مجيد وسيظل مجيد بالنسبة لليمنيين، سبتمبر هو شهر الثورة وشهر الانتصار على الإمامة والكهنوت، وسيظل كذلك إن شاء الله. لأكثر من 8 سنوات نعاني من ويلات الحرب التي حلت ببلادنا وأكلت الأخضر واليابس، دمرت كل شيء، دمرت المباني، شردت السكان، أهلكت المزارع، أهلكت حتى المواشي. نكبة 21 سبتمبر شيء لا ينساه التاريخ، من نكبة من دمار على الدولة وعلى المواطنين. نكبة 21 سبتمبر هذه الفاجعة الكبيرة التي قلبت بالشعب اليمني كانت بداية الفوضى، بداية النزوح، بداية الحروب، ولذلك يعني تعتبر ذكريات نكبة وليست بذكريات عيد. وأضاف الناشطون والمدنيون في حجة أن انقلاب ميليشيا الحوثي وحربها العبثية جلب لليمنيين الخوف والدمار وشرد آلاف الأسر وخلف آلاف الشهداء وزرع الألغام في الأراضي الزراعية والطرقات ومزق النسيج الاجتماعي لليمنيين. ما حل بنا في هذه المنطقة يعني كارثة وفتنة بكل ما يعني تعنيها الكلمة، حيث طوال 8 سنوات لم نعاني فيها إلا يعني من مرارة الحرب التي يعني كان واقعها وتأثيرها كبيرا على الإنسان، تسببت في نزوح الناس، تسببت في تفرق الأسر والعوائل، حيث أنه الآن أصبح الأسر منقسمة، نصف الأسرة موجودة ونصف الأسرة في محافظة أخرى لا تستطيع الوصول إليها. ما حل بنا يعني هو كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. بات 21 سبتمبر جلبت لنا الخوف والمعاناة والتشرد وزرع الألغام وبعدنا عن بعض، نعاني من حصار مدقع بجميع المواد، نعاني من نخاف من الأرض، هذا إنه كان يعني نزرعها ولا 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 نخاف منها، لكن اليوم يعني تجي الأرضك لا تزرعها حتى وإن قع الأمطار أو السيول، لكن لا نستطيع خوفا على أنفسنا من تلك الألغام المتفجرة. فيها متفجر عن بعد وفيها متفجر ذاتي. بعدت بين المحافظات، بعدت بين المديريات، زرعت الخوف داخل الأرض، الألغام، الحروب، شيء لم يتوقعه أحد من اليمنيين، لذلك 21 سبتمبر كانت مصيبة على اليمنيين. ولا يعني أبعد أو لا أبالغ إذا قلت إنها نكبة فعلا وليست بحدث سياسي فقط بسيط، وإنما نكبة بمعنى الكلمة.